والله دخلنا لهون كثير انبسطنا كثير كثير، دخلنا في حيوانات كثير مثلا مثل الاسد والفهد والطاووس والقرودي، يعني شيء بالخيال والله كثير كثير جدا انبسطنا نحن من اول ما دخلنا. كثير حيوانات كثير حلوه، اسد نمر فهد كثير، واليوم استمتعنا وهيك يعني بفوق الخيال كثير حلو. ممتاز على الترفيه عن النفس، ولكن في بعض النواقص يعني مثل هلق في مثل الزرافي مثل الغزال مثل كذا ما موجودات، في حتى يعني في الحيوانات اللي جايبين شوي في هيك ضعف يعني ما عندي نشاط او قوي، حتى كمان اذا تذكره او الرسم التذكره يعني بعشر ليرات، يعني لازم لو يحسنوا يخفضوها اكثر من هيك، لانه العشر ليرات يعني هلا موجب هالوضع الحالي عندنا هلا غالي كثير لدرجه يعني ما بتتصور.